بعد طول انتظار تسلم سالم عرفاوي ووالدته مسكنهم بحي الزهور بمعتمدي تقبلات من ولاية باجة، وهو واحد من بين 86 مسكنا اجتماعيا فرديا في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي على مساحة 1.5 هكتار بقيمة جملية نهزت 5.3 مليون دينار. والله يعني يكون 5 سنين أكثر فأكثر معنا. أيوة استنينا هو اليوم سهلة القدرة وسهل ربي، وأنا أخذينا انتفعنا اليوم بالمسكن، أخذينا المفتاح. فرحانين برشا. فرحانة الحمد لله، ما جبت دابشين غدوة نجيب دابشين ندرس. عدد من المنتفعين من الفئات الاجتماعية الصعبة الذين تسلموا عقود هذه المساكن عبروا عن مدى سعادتهم بهذا المشروع، خاصة وأن أغلبهم عانوا من طول فترة الانتظار وكثرة الوعود في ظل وضعيات اجتماعية واقتصادية دقيقة. دار حمود وفي دار ريقة وخمسة متر وكوجينا ذاك هو. اليوم فرحة كبيرة. فرحة كبيرة ولا فرحة كبيرة يا حملتك. عندي زبنة وتمرد، يعني عندي عندي في السويتر في الرابطة في بسعدو. أنا معارسة 14 سنة عندي توا، منقلة فيهم أكثر من 11 مرة. النقل ديما من دار لدار من دار لدار، هذه أول مرة معناتها مش ننطق كلمة داري. أنا ديما دار فلين دار فلين دار فلين، هذه أول مرة مش نبقى في دار ونقول داري. وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري ولدى إشرافها على توزيع المساكن الاجتماعية بمعتمدية تقبلات أكدت على أهمية التدقيق في القائمات النهائية وتسليم المساكن في الأجال المحددة لها، خاصة وأن التكلفة الجملية للبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بقسطيه بلغت حوالي 1278 مليون دينار. المشروع ذي نحب نذكر هو المشروع القيمة نتاعو، المشروع كامل نتاع البرنامج الخصوصي للمساكن الاجتماعية القيمة نتاعو 1278 مليون دينار، يعني مشروع هام جدا فيه عنصرين. العنصر الأول هو يهم معناتها إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها وتوسعتها، والعنصر الثاني اللي احنا فيه اليوم اللي هو معناتها يهم معناتها البلوغ 13400 مسكن في المرحلة الأولى، يهم 8372 مسكن من 8378 اللي هما بقيمة 588 مليون دينار. تم تسليم 1446 مسكن، 3332 باش يتم مسكن باش يتم معناتها التسليم نتاعها في الايامات المقبله اللي هما خاطر نستناو في القائمات النهائيه، و 3694 بصدد الانجاز، يعني حتى اللي ما خذاش اليوم عندنا 3694 بصدد الانجاز ان شاء الله ياخذوا في 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 برنامج اخر. بولايه باجه تم تسليم عقود 164 مسكنا اجتماعيا بمعتمديتي مجز الباب وقبلاط في انتظار توزيع مساكن اجتماعيه اخرى بالجهه في حال توفر الأراضي المخصصة لذلك.